الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في الرجل يقول أنعم الله بك عينا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب النسابوري أبو عبد الرحمن حجر النسائي المكي، قال أبو حاتم الرازي صدوق، قال النسائي: لا بأس به، ما علمنا به بأسا. وذكر ابن حبان في الثقات، وقال بعضهم هو حجة أحد الثقات. قال: حدثنا عبد الرزاق صاحب المصنف اليماني اليمني الصنعاني اليماني، تغير بأخرة، كان قد عمي فتلقى، وهو فيه تشيع لكنهم نسخات الأزبات. قال: أخبرنا معمر، معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصر. قال: عن قتادة أو غيره، يعني عن قتادة غيره. شوف هنا الآن، لما يقول عن قتادة خلاص، قتادة بن دعامة، لما يقول عن غيره معناها أو غيره، يعني إيش؟ يعني رجل مبهم، يعني فيه جهالة، وهذا الشك شك من معمر. نعم، لذلك الحديث فيه ضعف. قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، قتادة من الثقات الأثبات من نوادر الحفاظ، لكنه كان يرى القدر أو غيره، هذا إبهام مبهم، والإبهام جهالة، والجهالة تضر بالسند. أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا. فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك. قال عبد الرزاق: قال معمر: يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا، ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك. طيب، هنا نرى هذا الحديث طبعا في إسناده ضعف، لكن فيه مسألتان مهمتان، وهي من أداب السلام أيضا في هذا الباب، وأن الشريعة الغراء جاءت لتمام الأخلاقيات الحسنة، وجاءت لتخالف ما كان عليه أهل الجاهلية مما يكون فيه تنزلا أو يكون فيه من المساوئ، وثبتت ما كان فيه من الأخلاقيات الراقية السامية. هنا عمران بن حصين كان يقول: كنا في الجاهلية نقول أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا. نأخذ الثانية، ونقول كانوا يقولون أنعم صباحا، وهذا سلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غيره ولم يقبله. لما دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنعمت صباحا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلنا الله خيرا منها. وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يصح استبدال السلام بهذه الكلمات التي نراها يمينا وشمالا. حتى الإخوة الأفاضل الأماجد يعني تغيروا بالواقع الذي يعيشون به، ولم يعتزوا بما يتمسكون به من علم، يقول بالكلمات الإنجليزية في الصباح وفي المساء، وأيضا الكلمات الفرنسية، ويترك ما جاء الشرع به، رمز عزته وأيضا رمز رفعته، فيتركه من أجل هذه التقاريع، وأنه يحاول قدر الإمكان أن يجرب أن يكون مثل هؤلاء. هذا التغريب القوي الذي قد أثر على كثير من الشباب وأيضا من النساء، فيه دلالة على نقص في الشخصية، وفيه دلالة على ضعف في الشخصية. المرء عزيز بدينه، رأيت لما دخل حافيا عمر بن الخطاب وتأبط نعله، فقال له أبو عبيدة: ما أحب أن أراك القوم على هذه الهيئة. فقال له: إيهن يا أبا عبيدة، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. شرف لك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شرف، وبعد الشرف أجر، بأنك إن سلمت عليه أن السلام قال 10 ثم 20 ثم 30، فأنت أخذت هذا الأجر من الله جل في علاه، وأيضا جررت غيرك لأن تكفر سيئاته وتغفر ذنوبه، وتكون سببا في الخير له بالرد والإجابة عن السلام. لذلك لما دخل على العربية وقال أنعم صباحا، أو قال أنعم صباحا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلنا الله خيرا منها، السلام عليكم ورحمة الله. فلذلك قال: فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك. نهينا عن ذلك شمل أن يقول أنعم صباحا، وشمل أيضا أنعم الله بك عينا. فأنعم صباحا كما قلنا أن الرسول زجرها، وقال بأن الله جل في علاه قد أبدلنا خيرا منها، مع أنك لو دققت في القول أنعم صباحا معناها طبعي شك، مثلها مثل صباح الخير ومساء الخير.
فالحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يعلمنا ما فيه عزنا وما فيه المغفرة للذنوب. فأنت حتى لو قلت طاب عيشك طاب صباحك وقد دعوت لأخيك بمثل هذا يأتي تبعا لأصل ما شرعه الإسلام بالسلام، يعني لك أن تقول بذلك إن قلت السلام عليكم ورحمة الله ثم جرت أن يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول له صباح الخير مساء الخير، لك أن تقول ذلك، لكن بعد أن تصدر الباب بالسلام. أما أن تستبدل وأن تجعل هذا السلام الذي ليس فيه من الخير ما في قوله السلام عليكم، فهذا الذي قد جاء الشرع بتغييره وجاء الشرع برده. وأما الثانية قال نهانا شرعا أنعم الله بك في قوله نهينا، قال العلماء نهينا هنا دلالة على الكراهة وليست على الوجوب، لأن هذه من الأداب عند جماهير العلم في هذا الباب أنها من الأداب، نهينا أي يكره، وذلك معمر نفسه الراوي الحديث قال المعنى يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا، يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا، ولأنها من تحية الجاهلية. والحق بأن الإنسان يحاول قد كان ألا يتشبه بأهل الجاهلية، مع أن أصل التشبه حرام، أصل التشبه أهل الجاهلية حرام، لكن لما كانت في التحية والتحية هيئة من الهيئات لذلك قالوا بالكراهة، أن النهي هنا للكراهة، نهينا عن ذلك. وقد قال بعض العلماء لا تقل نعم الله بك عينا، فإن الله لا ينعم بأحد عينا، ولكن قل أنعم الله بك عينا، ولكن قل أنعم الله بك عينا. وهذه يعني قد جاءت من أهل اللغة، وإن كان معمر كان يقول بأنه يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا، هو قال العلماء المنهي عنه علماء اللغة قالوا المنهي عنه لا تقل نعم الله بك عينا، فإن الله لا ينعم بأحد عينا، سبحان الله، أنت أصلا عينك لا تنعم إلا برؤية الله جل في علاه، ولكن قل أنعم الله بك عينا، ولكن قل أنعم الله بك عينا. الحق أنعم الله بك عينا لها معنيان، المعنى الأول يعني أنعم الله عينا رأتك، يعني نقول أدخل الله سرورا على من يحبك فرآك، وأيضا أنعم الله به عينا وأقر به قلبا وعينا ورتب قلبه أن يراك، فكلما رأك من يحبك ما يجد الفرح والسرور والأنس واللطف وتدخل عليه السرور وقلبك يتلألأ فرحا من رؤياك لمن تحب. فقد جعل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له يقول له جعلك الله محبوبا حتى إذا رأك من يحب أدخلت عليه السرور برؤيتك، وهذا لا يكون إلا الأولياء الذين أدروه ذكر الله جل في علاه، قال الله جل في علاه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علمنا بأنه في الدعاء أنعم الله بك عينا، أي الله جل في علاه أقر العين برؤياك، وأيضا أقر عينك برؤية من تحب، أقر عينك برؤية من تحب. أنت الإنسان عندما يغيب عنه من يحب يرى في نفسه الشتات، ويرى في نفسه اللوعة، ويرى في نفسه الشغف لرؤيا. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم عليه جعفر بعدما كان قد هاجر الهجرة الثانية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بين عينيه فرحا وقال أفرح بقدوم جعفر أم بالنصر في خيبر، هذا وزنه وزن عظيم. فلذلك لما يقول أنعم الله بك عينا أي أنعم الله عينك برؤية من تحب، وأنعم الله عينا رأتك وأنت تكون محبوبا لهم، وهذا فيه الفضل في الدعاء للأخيار، وهذا لا يكون إلا لأولياء الله جل في علا. فمن الآداب أن تقول ذلك دعاء أو خبرا يراد به الإنشاء لمن تحب، وأن تدعو له بأن الله يقر عينيه بمن يحب، وأن يقر أعينا رأته وأحبته، وهذا دعاء أيضا بأن يكتب الله له القبول في الأرض. وأما أنعم صباحا فلا يصح الإنسان أن يبتدئ بها، لأن السلام من الأدب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفوائد المستنبطة: الأصل مخالفة الجاهلية، وإذا قال كنا نقول في الجاهلية، طبعا الجاهلية كل شيء مخالف الإسلام جاهلية، وإن ذكرنا الزمان فالجاهلية التي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكرنا الواقع والوضع فهو كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية. التحسين والتقبيح خاضع للشرع، مع
معنى أنا صباحا طاب عيشا ليس بأثم شيء أو الآن. والشرع جاء بتقبيح هذا، وزال قال أبدل الله خيرا منه. يبقى التحسين والتقبيح فإنه خاضع لإيش؟ تابع للأمر والنهي، وهذا قول الشافعي. فضل الدعاء للغير، فضل الدعاء للخير للغير، خبر مراد به الإنشاء، أنعم الله بك عينا. هذه الفائدة الثالثة. الحمد لله. لو في أسئلة تفضلوا. أين عطاء يا أستاذ؟ لا خلاص أسف أخطأت أنا. أين عطاء؟ شوفوا عشان شيء، وأيضا عشان يقرأ. نختمه بآية حتى لا نكون قد ظلمنا وخسرنا حق الحق في هذا. في أسئلة؟ يقول عن وصية ثابت بن قيس الذي وجدت وصيته بعد موته. السؤال، هل هذا من الطلاق، أي طلاق الأرواح، أم إنها كرامة فحسب؟ ما أعرف أنا السؤال، ما أعرف ما مدى وما يريد. خلاص انتقل إلى سؤال الله بعد. في سؤال آخر؟ فضل. ما تأويل من رأى اسم ثابت بن قيس في ورقة في المنام؟ يكون فيها الثبات إن شاء الله. من الأسماء إشارات إلى الرؤى، يكون فيها الثبات على الخير إن شاء الله وعلى الرشد. أو فيها الثورة. يعني يقول الأب عليه دينا لمدرسة لأولاده أو لمدرسة لأولاده، يعني أولاد أحد الزوجتين، هل يمكن أن أولاد الزوجة الثانية أن يعطوا أباهم ليسدد مصاريف المدرسة؟ نعم، جزاهم الله خيرا، بل واجب عليه مساعدته في ذلك. يقول في الحديث أنعم الله بك عينا، هل مثلها في العامية عاش من شافك؟ أيوة، عاش من شافك يا عم السريع. مين ده؟ هاشم فوزي؟ مين؟ بشير. ده السائل عن مسألة المدرسة أو المدرسة، يقول أن يعطوه من زكاة المال. يعطوا أباهم؟ نعم لهم ذلك، لأنه دين عليه، فيسدون الدين، لكن ما دوش في إيده، يذهب يدفعونها للمدرسة. يقول ما المستند للجمهور أن ما خرج مخرج الآداب والهيئات يصرف للقراهة والاستحباب، والأصل أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم؟ قلنا بأنهم قالوا بأن أثر الثواب والعقاب مرتب على التعبد، وهذا ليس من باب التعبد. يقول ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني؟ يعني من رآني في المنام على هيئتي فحقا سيراني يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة. ومن رآني على هيئتي فقد رأى محمدا، وقد لا يراني على هيئتي فلا يكون قد رآني. شيخ، الأولى أن اللي يكتب النبي يكتب صاد ولا لا يكتب صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس من الأدب أن يكتب صاد هكذا، ليس من الأدب. إحدى متاجر الأجهزة الكهربائية تبيع بالتقسيط بالفوائد لبعض الأجهزة وبدون فوائد لأجهزة أخرى، فهل نتعامل معها في النوع الذي لا؟ يعني إيش فوائد ومش فوائد؟ هو إذا كان بيبيع وهي بيبيع فقط، فله أن يبيع نقدا أو تقسيطا، وله أن يزيد في التقسيط ما شاء. يقول نفيتم شيخنا الطلاقي
فما توجيه حديث ثابت وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكون شيئا آخر؟ قلت لك ما في حديث ثبت على الطلاق، ما في، كل ما جاء عن جابر بن عبد الله أنه قال أرأيت كلم الله أباك كفاحا، وقتل معه كثير من الصحابة لم يرد أنهم طلاقوا، وهناك أثار تثبت الطلاق. الله يحفظك يا حاتم، والله أنا كذلك، أنت دخلت القلب في العمق وركنت فيه، وتكرم ليبيا بأسرها من أجلك، حفظكم رب. يقول ما معنى الوزغ من فضلكم؟ البرص. نعم، سنة الترمذي بسرعة يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و... نعم. سنة الترمذي، وإذا انتهينا من الترمذي يعني لو الوقت معنا يعني سنفسر آية من سورة إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد الذي جمع وصنف كما قال قال ابن حبان وغيره، هم من الثقات رواه الجمع. قال حدثنا علي بن عاصم. علي بن عاصم بن صهيب الواسطي القرشي التيمي مولاهم، قال ابن معين ليس بشيء، بل قال بعضهم ليس ممن يكتب حديثه، وأيضا معاذ بن صالح قال ليس بثقة، والبخاري ضعفه وقال ليس بالقوي عندهم، وفي رواية قال يتكلمون فيه. عايزين بقى الشواهد. قال حدثني عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر، علي بن عاصم، عبد الله بن عمر، انت نايم يا ابني، انت قفزت يحيى البكاء. قال عن يحيى البكاء. البكاء البصري ايضا قال ابن معين ليس بذاك، قال ابو زرع ليس بقوي، احمد قال ليس بثقه، فمتفق على تضعيفه. قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو من العبادله الاربعه وسبع من السبع المكثرين على النبي الامين وصاحب مصر. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رضي الله عنه ارضاه الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم من عشر المبشرين بالجنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاه السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من شيء الا وهو يسبح الله تلك الساعه. تلك الساعه هي ساعه ساعات بعد الزوال. ثم قرأ يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله الآية كلها. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم. هو حديث ضعيف. طيب بعده إن شاء الله. تصرف أستاذ عبد الله. نعم، يتفيأ ظلاله عن يمينه والشمال، يعني يميله يمينا وشمالا مستتبعا بذلك زوال الشمس. عامه هذه سوره ايش؟ افتتاح لسوره النحل. فضلك ان تسير من سوره الحج وسوره النحل مكيه. سوره النحل مكيه الا في قول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فيها حديث عمر بن الخطاب والحديث كان فيه ضعف، قال أربع قبل الظهر بعد الزوال. أربع قبل الظهر بعد الزوال، والزوال معناها تحرك الشمس عن كبد السماء. الزوال معناها تحرك الشمس عن كبد السماء. فقال أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب مثلهن في صلاة السحر، شبهها بصلاة السحر. عندنا أمران من الآن. الأمر الأول هو الصلاة بعد الزوال، وهذا دلالة على ما جاء النهي عنه مسبقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن أوقات ثلاثة، نهى عن الصلاة فيهن، ومنها قبل الزوال. قبل الزوال هذه تسجر فيها وتسعر فيها النار، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. فإن زالت الشمس، فإن تحركت الشمس عن كبد السماء، فمن السنة أن يصلي أربعا، قال أربع قبل الظهر. وهذا ورد في حديث أم سلمة وغيرها، في حديث أم سلمة وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة
أو قال بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر منها أربعا قبل الظهر، وذكر منها أربعا قبل الظهر. وفي فضل الأربعة جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعة قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر. حسنه بعض العلماء، ولكن كما قلنا فيه علل. علي بن عاصم ويحيى البكاء ضعفاء، فعلة الحديث ظاهرة، وإن كان بعض العلماء يحسنوا لبعض الروايات حسن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بمثلهن من صلاة السحر أربع قبل الظهر. قد ورد الحديث كما قلنا من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة، وذكر منها أربعا قبل الظهر. وفي رواية مستقلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله عليه لحمه من النار، حرم الله عليه لحمه من النار. والأربعة التي تصلى لها هيئتان، الهيئة الأولى أنها أربع تصلى مثنى مثنى لعموم قول الجمهور، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى. أما الزيادة في صلاة النهار مثنى مثنى زيادة ضعيفة، الزيادة في صلاة النهار مثنى مثنى هي زيادة ضعيفة ليست زيادة صحيحة، ولكن الجمهور عليها، الجمهور عليها على أن الأفضل أن يصلي مثنى مثنى. وقد ورد عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا معا، وظاهر الحديث جواز الصلاة أربعا، وكان هو الأقرب لأنه قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر، أربعا بتشهد واحد، أربع بتشهد واحد وسلام، هذه الأربع ظاهر الحديث. ولذلك من صلىها سنتين سنتين فله، ومن صلىها أربعا أربعا فله. قال أربعا قبل الظهر، وهذه من أفضل الطاعات لأنها وقت يحدث فيه الغفلة، وقت الزوال هذا وقت يحدث فيه الغفلة، أو يتمادى النوم مع الرجل الذي أراد أن ينام القيلولة فيتمادى معه إلى بعد الزوال، فهذا وقت غفلة، لذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الطاعات. وهو قال وليس من شأن إلا يسبح في تلك الساعة. ووجه المشابهة بالسحر أن السحر أيضا وقت غفلة، وقت غفلة، والعبادة فيه أفضل عند الله جل في علاه. ويبقى أن نقول أيضا وإن كان وقت غفلة فإن الله قد قال إن قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا فضل السحر وامتداد السحر. لكن هو قال الأربع قبل بعد الزوال قبل الظهر تعدل أربع في السحر، وفي السحر كما قلنا هذه من أفضل الطاعات، لأنه وقت شريف، وقت نزول الله جل في علاه، ووقت الاستغفار، ووقت الغفلة. فقال بأن من أفضل الطاعات أن يصلي الأربع أيضا قبل الزوال. هذا حري بكل متنفل أن يحرص على هذه الأربع، وألا يتوانى فيها، وألا يتكاسل عنها. الله أكبر الله أكبر. إذن الأربع هذه من فوائدها كما قلنا أنه من نام عن سحره فالأربع تقضي له هذه الأربع، أو تقضي له هذه الصلاة. ومن فوائدها العظيمة أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعا قبل الظهر أربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار من صلى هذه الأربع. وفيها أيضا ضمنا لثنتي عشرة ركعة من سابر عليهن بنى الله له بيتا في الجنة. قال أربع قبل الظهر بعد الزوال، قال تحسب بمثلهن في صلاة السحر. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأوقات أوقات مباركة، تميل الشمس وتتحرك عن كبد السماء فيتفيأ الظلال يمينا وشمالا، كما قال الله جل في علا يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمال سجدا لله وهم داخلون. يتفيأ ظلاله يعني الشجر والجبل، كل ما كان له في، كل ما كان له ظل، فإنه يتفيأ يميل، يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمال سجدا لله. سجدا هي على ظاهرها، وإن أولها كثير من المفسرين هي على ظاهرها، وإن من شأن الله يسبح بحمد ربي، وإن من شأن الله يسجد لله فلا، فسجدا هنا على ظاهرها. وقد قال بعض العلماء هو القهر وأيضا الخضوع التام لله جل في علاه، كما قال الله للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالحق أن نقول السجود على ظاهره، وأنه ما من شأن إلا يسجد لله جل في علاه، وأيضا ينم ويكون لازمه الخضوع التام لرب العباد سبحانه جل في علاه. قال يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمال سجدا، وفيها دلالة واضحة جدا على أنه ما من شأن إلا يسجد لله جل في علاه، فمن شبهه فكان من باب أولى أن يتقرب بهذه العبادة إلى الله جل في علاه العبد المكلف، بأنه يسارع لله جل في علاه في السجود،
والسجود من أفضل الطاعات، السجود من أفضل الطاعات، والصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وكان هذا تفسيرا لقوله يتفيأ ظلال العالمين والشمائل سجدا، قال إذن يحاكي سجود الشجرة فيسجد هو لله جل في علاه، فهو الأحرى والأولى به أن يكون عابدا في هذه الأوقات، لا سيما أن الله قال عموما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم إلى أن يصلي الأربع، تنزل منزلة السحر ويصلي الأربع، وبعدها أربع يحرم الله لحمه على النار، يصلي الأربع في ضمن 12 ركعة في اليوم والليلة، يبني الله له بيتا في الجنة. وهذه فيها دلالة على الفوائد، وأول هذه الفوائد السنة بيان للقرآن لما قال يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمال سجدا عندما تتحرك الشمس، وحركة الشمس آية من آيات الله جل في علاه، فإن تمايل الظل سجودا يمينا وشمالا يحاكيه ابن آدم، لأن السجود حقا قد أمر الله به أمرا جزما في كتابه، وأمر بالركوع أيضا، وأمر بالصلاة، أقيموا الصلاة، فهي من أهم العبادات وهي من أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. وفي قوله ليس من شيء إلا هو يسبح، كما قلنا التسبيح على ظاهره. فإذا ثانية عظيم ربوبية الله جل في علاه في تحرك الشمس من كبد السماء، ثم ترى ما ترى من الفيء كيف تحرك خضوعا لله جل في علاه. أصول الإيمان، الإيمان بالغيب. لكن من وين هذه المسألة؟ من وين هذه الفائدة؟ من أصول الإيمان، الإيمان بالغيب. من أين هذه الفائدة؟ نعم؟ نعم، ولا شيء لا يسبح، وهذا نعم يسبح، وأيضا السجود لا نعلمه كيف، لكن التسبيح كما قلنا من الغيب أيضا الذي لابد من الإيمان به. تقول ما الفرق بين أن يعطوه الزكاة في يده أو يدفعونه هم سدا لدينه؟ لأنه ممكن يأخذها ولا يسد بها دينه، وأصلا جواز الإعطاء لسد الدين. هل يجوز للابنة المتزوجة أن تعطي أباها من زكاة مالها في يده؟ للابنة المتزوجة أن تعطي أباها من زكاة مالها في يده؟ نعم لها ذلك، إن كان صنفا من أصناف الزكاة، إن كان هو صنف من أصناف الزكاة. يقول الشيخ إسحاق شفاه الله وعافاه أجرى عملية جراحية، نسألكم الدعاء لهم. يقول الشيخ أبو إسحاق شفاه الله وعافاه أجرى عملية جراحية، أخ عمر. لا حول ولا قوة إلا بالله، هو سيدنا وشيخنا وتاج رأسنا وشرف لأمتنا، أسد السنة، نسأل الله تعالى أن يتم عليه شفاء، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يجري الحق على يديه، وأن يكسر من خيره، وأن يجعله ثابتا إلى يوم الدين. نسأل الله أن ينفع به الأمة، يطول في عمره، ويحسن في عمله، ويمتع به. اللهم أمين يا رب العالمين. يقول هل يجوز الصلاة اللي هي الأربع قبل الظهر بتشهدين؟ وسلام، إذا أراد أن يصليها بتشهدين يصليها بتشهدين وسلامين، لعموم قولي صلاة النهار مثنى مثنى، لا ما ينفعش يجلس، وسأل هذا التشبيه بالفرائض وهذا منهي عنه.